السلام عليكم ورحمة الله. سأقدم لكم نصيحة: لمن يعاني السمنة إليك الحل، حمية إسلامية. تناول أي شيء، تناول كل ما يوضع أمامك وادعو الله أن ينقص وزنك. لنبدأ. اشترك في القناة واربط حزام الأمان، سنبدأ الحلقة. لا تنسى كتابة تعليق جميل بحبر لوحة مفاتيح هاتفك ينمو عن أخلاقيتك الرائعة وتربيتك الرفيعة. ابدأ. مغالطات تلي مغالطات مع شاب يعشق المخدرات. آلاف الشائعات عن بطاقة التعريف الوطنية، أين نجد الحقيقة المكنونة؟ هنا بهذه الحلقة، تابع معنا. منذ عام تقريبا خرج بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني مفاده الشروع في إصدار الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية متم سنة 2018 وبداية سنة 2019. فيما يخص تجديد البطاقة فهو أمر ليس إلزاميا، أي ستجددها بعد انتهاء صلاحية بطاقتك القديمة وستحصل على الجديدة. السؤال المطروح هنا: لماذا هذا التغيير؟ جاءت بطاقة التعريف الوطنية بالعديد من المميزات. أولا، ستكون مرتبطة بشبكة الانترنت، وذلك لتسهيل تتبع نشاطات البطاقة عبر بوابة مخصصة لذلك. أيضا تقويض أمان البطاقة وتأمين سندات الهوية وسهولة الإشعار والتبليغ بضياع أو سرقة البطاقة أو موت صاحبها، وهي أيضا محمية بنظام التحقق بخطوتين وإمكانية ولوج معلومات بطاقتك عبر بوابة مخصصة لها. ومن مميزاتها أيضا الإعفاء من الإلا برسم الولادة وشهادة السكن وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق. كل من طلب منك أي من هذه الوثائق قم بإعطائه فقط نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وإن أصر قم بإيقافه بالمادة 7 من القانون رقم 3506 الصادر في الظهير الشريف 107149، والذي يقول: تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق. كن مطلعا على القانون واعلم ما لك وما عليك، وعيش مواطنا حرا لا كالقطيع. دمتم بخير.